بسم الله الرحمن الرحيم. معكم هاني حسين من دوامة هانيحسين.com. الدرس الخامس من كورس تبع التحليل. إن شاء الله لحد الآن إحنا أمورنا تمام، ماشيين بشكل أوكي. أعتقد إنه بدأتوا تفهموا أهمية التتبع. الدرس السابق الحمد لله يعني حصلت على يعني كثير من التفاعل من الناس، إنه فعلا يعني فعلا بدأوا يفهموا ويعرفوا أهمية التتبع. تمام، اليوم بدنا نكمل نتكلم عن الأهداف الفعلية. إحنا حطينا أهداف سابقا، متذكرين لما كتبنا ليست وكتبنا أهدافنا، وضعنا أهداف يعني بدنا نوصلها، هاي الأهداف نريد أن نصل إليها بعد التحليل، أوكي، بعد ما نتبعها ونحللها نصل إلى ما نريد. اليوم نتكلم عن الأهداف الفورية الفعلية، أوكي، وكيفية عملها ورؤية النتيجة بسرعة حتى نقوم بتحليلها. تمام، وهي الأهداف يعني مثل هدف الصفحة. هدف الصفحة الواحدة، إيش يعني هدف الصفحة الواحدة؟ يعني مثلا أنا عندي هاي الصفحة، صفحة في موقعي اسمها أدوات أستعملها يوميا، أدوات أستعملها يوميا. تمام، هاي الصفحة أنا أريد منها هدفي أعرف كم شخص يدخلها، مش يدخل موقعي، يدخل هاي الصفحة فقط، أوكي، كم شخص بدخلها. بعدين أشاهد هل هناك أشخاص اشتروا من الأشياء اللي أنا يعني أستعملها هاي الأدوات، وبالتالي أعرف نسبة تحويلي. وهي الأمور سريعة، أهداف سريعة، هدف الصفحة الواحدة. الآن في أهداف صفحتين، مثلا هنا هذا الموقع، موقع أنا بشرح فيه الهوست كاتور ووضع فيه فيديوهات وتعليمية يعني لإلكم، ووضع فيه هنا قائمة بريدية، قائمة بريدية أنا وضع فيها كورس أيضا خاص كيف تفتح شركة استضافة خاصة بك. تمام، الآن هدفي كم شخص وضع إيميله هنا من خلال هاي الصفحة، كم شخص. تمام، عشان أعرف هدفي لازم أذهب إلى صفحة أخرى اللي هي الصفحة تبعت لما الشخص يكتب هنا إيميله ويضغط أعطني الطريقة إلى أين يذهب. طبعا هو يذهب إلى هذه الصفحة، شكرا لاشتراك معنا، سيصلك بعد قليل إيميل لتأكيد الاشتراك، ادخل إليه واضغط الرابط الموجود في الداخل، ثم بعد ثواني سيصلك إيميل آخر يحتوي طريقة بناء شركتك الخاصة للاستضافة. تمام، يعني من يصل هنا 100% سجل هنا، شايفين هذا هدف بصفحتين، من وصل هنا 100% سجل هنا، لأنه هاي الصفحة مش مبينة، مش موجودة، لن يراها أحد إلا إذا سجل هنا، أوكي. فهاي أهداف فعلية، اليوم نتعلم كيف نوصلها. وطبعا يعني أهداف رائعة جدا، لازم كلكم يعني تحطوها بعين الاعتبار، أوكي. أنا هنا شرحت بشكل عربي، لكن تخيل لو عندك موقع أجنبي وعندك صفحة عامل فيها ريفيو لمنتج، منتج من شركة أفلييت، أنت عامل ريفيو لهذا المنتج تتكلم عنه، وآخر شيء واضع رابط الأفلييت تبعك. الآن من المهم جدا أنك تعرف كم شخص دخل هاي الصفحة اللي هي هدف الصفحة الواحدة، أوكي، وكم شخص اشترى من هاي الصفحة، وبالتالي أنت بتعرف دخل عندي 100 شخص اشترى 3 أشخاص، وإذن هاي الصفحة نسبة تحويلها 3%، جيد، مش جيد بدي أعدل بالصفحة، بغير الكلام، بغير الصور، بغير لون الكلام، بضع عنوان آخر، بضع لون آخر، وبشاهد دخل 100 اشترى 4 أو أحسن، اشترى 10 رائع جدا، اشترى 1 لا مش رائع، خليني أرد أعدل فيها حتى أجعلها أحسن. هدف مهم، يعني مهم جدا لأي مسوق إلنا، أي مسوق فينا مهم جدا يعمل هذا الهدف، هدف الصفحة الواحدة، وبرضو هدف الصفحتين مثل هدف الإيميل. الشخص إذا وصل هنا هو بالتأكيد سجل في إيميلك، في قائمتك البريدية. وطبعا في هدف أخرى اليوم راح أتكلم عنها كلها إن شاء الله رب العالمين. طيب
خلينا نروح على الجوجل اناليتكس مره اخرى. عشان تروح على الاهداف بدك تروح على الادمن، لانه الاهداف عشان تضعها بتحتاج الى الادمن. بتروح على الادمن عندك، تتاكد هنا انك مختار اسم الموقع اذا كان جوجل اناليتكس عندك اكثر من موقع يحتوي، وعندك الجولز بتضغط عليها. الان شايفين هنا عندي انا بعض الاهداف اللي راح تظهر، في منها مفعل ومنها لا. طبعا انا واضعها يعني بموقع العربي عشان هيك يعني مش مفعل اغلبها، يعني لانه لا ابغى منه الربح. تمام، عندي اهداف كثير، اليوم راح نشرح يعني طرقها ان شاء الله. تمام ان شاء الله رب العالمين. طيب عشان تبدا تعمل هدف انت بالنسبه لك راح يكون هنا فارغ، فلازم تعمل نيو جول يعني هدف جديد. راح يطلع لك عده خيارات، تمبلت وكاستم. ايش يعني تمبلت؟ يعني انه في اشياء جاهزه اختار منها، او كاستم انت بدك تعمل واحد خاص فيك. ممكن تختار واحد من الاشياء الجاهزه حسب نوع موقعك، يعني ميك ا بيمنت هذا تمبلت جاهز للهدف، معناه انه انت هدفك انه شخص عمل دفع في موقعك. طب انت موقعك مش متجر الكتروني او مش موقع يحتوي على منتج لك انه يدفع الواحد فورا، فبالتالي اختيار هذا الهدف خاطئ بالنسبة لك. انت ما عندك موقع، عفوا انت ما عندك منتج، فمين بده يعمل لك بيمنت لإلك؟ ما في. اوكي، فاهمين علي ايش يعني تمبلت جاهز؟ فانا بفضل انك تختار كاستم. مثلا هنا كرييت ان اكونت، طب انت بلكي مش ما عندك منتدى، فمين اللي بده يدخل على موقعك ويعمل اكونت؟ فاختيار هذا خونا خاطئ. انا بفضل انت كمبتدئ وكموقع عادي، موقع تسويقي مثل ما انا يعني بعرف المواقع التسويقيه، اختار كاستم. تمام، بدك خاص، تعمل هدف خاص مش هدف موجود منه قالب جاهز، اعمل نيكست ستيب. الان بدك تسمي الجول تبعك. طبعا زي ما شفتوا الجولز او الاهداف بتكون كثيره جدا، فلازم تسميها باسماء تعرف ايش هي الاسماء هي، لماذا تهدف. اوكي، كمثال انا بدي هاي الصفحة، بدي أتبع أو هدفي أعرف هاي الصفحة كم واحد بدخلها حتى أعرف بالتالي كم نسبة تحويلها هاي الصفحة. أوكي، فبسميها مثلا my، وطبعا لازم يكون بالإنجليش معلش، my tools web page. أوكي، ليش أنا سميتها هيك؟ لأنه أنا اسم صفحتي أدوات أستعملها يوميا. أنت بالنسبة لك ممكن تسميها مثلا ويت لوس ريفيو بروجرام بيج، او مثلا كليك بانك ريفيو بيج. المهم انت سميها اسم انك تعرف ايش هالجول، يعني ما تصير تدور طب انا هذا الهدف ايش هو، ايش انا مقصدي في ماي تول ويب بيج. لا، تسميها اسم انت تعرف لماذا هو. اوكي، معلش بتشوفوني كثير بشرح بالموضوع، بس لانه فعلا في اشخاص ما بيفهموا علي إذا بمشي بالموضوع بسرعة، فلازم أشرحه بإسهاب يعني. طيب الآن عندك النوع تبع الجول، هاي مهمة جدا. النوع في عندك هنا أربع أنواع. أول نوع اسمه destination، يعني هذا الهدف يتحقق عندما الشخص يصل إلى مكان معين، إلى destination. destination يعني لما الشخص يوصل إلى مكان الهدف يتحقق. طيب هل هذا مناسب إلنا هون؟ نعم، لأنه أنا بدي الشخص لما يدخل هاي الصفحة يحسب لي هدف واحد. إيش يعني واحد؟ يعني هناك شخص دخل وأنا هذا اللي بدي إياه، بدي أشوف كم واحد بدخل، بعدين بشوف كم واحد اشترى حتى أعرف. هاي خلوها بعدين، كم واحد اشترى إلها يعني قصة أخرى اللي هي كيف تتبع روابط الأفلييت عندك أو روابط الربح عندك. تمام، إحنا الآن بنحكي عن هدف كم واحد بدخل. طيب destination ايضا هنا بالصفحتين، متى يتحقق الهدف؟ اذا الشخص وصل هنا، هذا يعني انه سجل هنا، فاذا صار هنا الهدف destination. تمام، باختصار destination فعلا هو اكثر الانواع استخداما في الجولز، اكثر انواع استخداما، لانه دائما احنا حتى يتحقق الهدف لازم يكون الشخص وصل الى مكان معين. destination. duration هدف انه غير مهم في مواقع التسويقية، الشخص اللي بده يربح من الافلييت مثلا اوكي كمسوق الكتروني
غير مهم الديوريشن، لكنه مهم لمين؟ لا لمثلا زي موقعي هاني حسين دوت كوم، انا لا اريد الربح لكن اريد التفاعل، اريد الناس تعرفني اكثر، الناس تتابعني اكثر، الناس تبقى في موقعي اكثر. فالنوع ديوريشن هذا النوع معناته انه كم يبقى الشخص في موقعي حتى يتحقق الهدف. فمثلا هنا لو حطيت انا 5 يعني 5 دقائق، اي شخص يبقى في موقعي 5 دقائق فاكثر واحد انحسب الهدف، خلاص تحقق. 2 دقيقة فاكثر تحقق الهدف، 10 دقائق تحقق الهدف، حسب انا كم راح احط له. طبعا هاي الديوريشن احنا ما بتفيدنا، لانه احنا ما بدنا كم الشخص يبقى هنا، احنا فقط بدنا مين بيدخل بس، ما بدنا كم واحد بيبقى. اوكي. الثالثة اللي هي ايضا مش مهمة، يعني كل واحد لما يدخل كم صفحة يشاهد. يعني انا مثلا دخلت هون على الموقع، هل شاهدت هاي الصفحة وطلعت، ولا دخلت صفحة اخرى ودخلت هنا ودخلت هنا ودخلت هنا ودخلت هنا؟ تمام. فبرضه مش مهم جدا الا للموقع زي موقعي، يعني بده التفاعل بس. فلو اخترناها واخترت له مثلا 3 بيجز 3 صفحات، فاي شخص بدخل موقعي ويتصفح 3 صفحات يحسب الهدف تحقق 1. اوكي. ايفنت اللي هو حدث، يعني كمثال واحد شغل الفيديو عندي في الصفحه ايفنت. تمام. واحد عمل كليك لرابط افلييت، هاي راح نجيها بعدين. اوكي. هاي برضو تسمى ايفنت، رابط افلييت. اوكي. المهم اللي بهمنا الان هو الديستنيشن، اكثر الانواع الاهداف استخداما هي الديستنيشن، لانه بدنا احنا مكان ما بيوصل الشخص. اعمل نيكست، خلصنا اول خطوه. تمام. الان الخطوه الثالثه الديتيلز، تفاصيل الديستنيشن، اين تريد ان يتحقق الهدف عندما يصل الشخص الى صفحه ايش، يعني ما هي الصفحه التي تريد اذا وصل اليها اي زائر الهدف يتحقق. انا بالنسبه لي اريد هاي الصفحه، راخذ كوبي واضعها هنا بيست كما هي. طبعا تاكد هون انك كتبت equals يساوي، ما بدك تخلي مثلا تبدا ب، لانه ممكن شخص معين يعمل هدف انه اي شخص يدخل في بدايه هاني حسين دوت كوم، فبالتالي كل الصفحات اللي جوا هاي الاهداف تحقق. لا، انا بدي فقط هاي الصفحه اللي وضعتها بيست. طبعا طلع هاي الاشارات لانه بالعربي، فمعلش عادي جدا يعني. تمام. اوكي. طيب بدي اشيل هنا ال HTTP، بس ال WW مناسبة لحالها مثل ما انا حكالي يعني. تمام. الان لو انت في بعض المرات يعني العربي هنا مشكلة، اوكي العربي مشكلة، فبالتالي ممكن تاخذ تحرير وتاخذ الكود الخاص بالصفحة او الرابط اللي بالانجليش، يعني رابط الـ 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 الارقام مثل ما راح افرجيكم الان، لانه في بعض الاحيان الكودات هاي اللي هي تبعت اللغه العربيه لا يفهمها الجوجل اناليتكس، وهي مشكله اللغه العربيه. حصول على الرابط. اوكي شايفين الرابط هيك، الرابط بالانجليش اكيد افضل. هنا بعمل بيست. تمام. اوكي. طيب في عندك هنا الخيار الثاني الفاليو. ايش يعني الفاليو؟ اشيل HTTP مره اخرى. الفاليو يعني هل هذا الشخص له قيمه عندك، كم هاي القيمه. طبعا انا كيف هذا الموضوع، يعني وين هذا الموضوع مهم؟ مهم في مثلا بعد ما تتبع القائمه البريديه تبعتك، تتبع القائمه البريديه. اوكي. انت بعد فتره راح تعرف انه الشخص الواحد اللي بيسجل عندك ثمنه كذا. طبعا ليش نعرف الامور هاي؟ حتى نعرف يعني حسابيا مستقبليا انه لو سجل عندي 1000 راح اربح منهم كذا. تمام. هاي طبعا كلها بالتتبع تبع القائمه البريديه، يعني بتتبع القائمه البريديه شيء مختلف كليا. لازم يكون عندك قائمه ويكون عندك فيه ناس ويكون عندك اصلا منتج والناس تشتري المنتج، تعرف هذا الموضوع. اوكي. لكن بشكل عام دائما حتى يعني تعرف بالضبط قيمة الناس، ضع هنا
رقم 1 دولار كمثال. هذا طبعا مبدئيا، مبدئيا. الآن فيما بعد لما تعرف نسبة التحويل وتعرف انه مثلا اي شخص بيدخل على منتج الريفيو تبعك، المنتج اللي انت عامله ريفيو، دخل 100 شخص، دخل 100 شخص، وخليني اطلع الي حاسبونا عشان احسبكم كيف هيك تحسبوها. دخل 100 شخص سجل 4، اذا 4 على 100 هاي هي نسبة التحويل 4%. اوكي، طيب المنتج سعره، المنتج اوكي، المنتج تبعك سعره او اللي انت بتسوق له سعره مثلا 40 دولار، 40 دولار. اوكي، ف 40 دولار على 100 شخص اللي دخلوا عندك 40 سنت. الواحد، الواحد الشخص سعره بالنسبة لك 40 سنت. شايفين كيف نسبة التحويل فادتنا جدا؟ نسبة التحويل بعد ما عرفنا كم شخص دخل، وبعد ما عرفنا كم شخص بيشتري من هدول، وبعد ما طبعا احنا عارفين كم سعر المنتج، اذا اي شخص بيدخل عندك لهي الصفحة سعره 40 سنت. طب وايش الفائدة يا هاني؟ لا، فائدة كبيرة جدا، لانك بامكانك تعمل اعلان مدفوع اوكي بي بي سي وتضع على كليك 20 سنت، فانت بالتالي ربحان، لانه الواحد سعره 40 سنت انت عندك، وانت دافع فيه اقل 20 سنت، فبالتالي انت ربحان 100%. شايفين عظمة التتبع كيف بيخليك تعرف حتى كيف تجيب الزوار وانت متأكد انهم راح يربحوا؟ رائع جدا. طيب خلينا نرجع قولنا، تسمعش احنا نفوت مواضيع. فانت بعد ما تعرف نسبة التحويل وهيك بترجع هنا وبتعدلها، كم الواحد تكلفته عليك؟ 40 سنت 0.4، 40 هي هي تمام. فانت عرفت هيك الواحد سعره كذا، فبالتالي لما تشوف التتبع بالاهداف راح يبين لك على طول، يا هاني دخل عندك 1000 واحد سعرهم كذا كذا كذا، فحلو انا بعرف كم سعر هؤلاء الالف بالنسبه لي، فبالتالي راح اعرف لما اعمل عمليه تسويقيه او طريقه تسويقيه مدفوعه كم ادفع على الالف عشان اضلني ربحان. طيب ان شاء الله نكون فاهمين علي، يعني ان شاء الله نكون فاهمين علي. طيب فانت مبدئيا لانه احنا مش عارفين كم، يا بتخليه واحد عشان الحسابات، يا ما بتعمل اوف وخلص ريح راسك، ما احنا لسه مش عارفين، بعد ما نعرف نيجي هنا ونغيرها ونكتبها ما فيش اي مشكله. اوكي طيب، هاي طبعا مش مهمه نسوها، ما مش هتفيدنا ابدا يعني. جميل جدا. طيب الان اذا انت اصلا عندك زوار، يعني اصلا بدخلوك زوار وكله تمام، اضغط على verify this goal، يعني اكد انه هذا الجول صحيح، اضغط عليه تمام. اعطاني انه عندك زيرو conversion، يعني ما فيش ولا جول اجى عليك. طيب ممكن عشان ال HTTP، لا انا عملت شو اسمه، طيب وين راحت؟ My tools web page verify. تمام، اعمل سيف بعد ما تخلص، حتى لو طلع لك هنا صفر خلاص انت متأكد انه كله تمام. هاي طبعا ليش طلع لي، خليني ارجع لك بلاش تسألوني عنها. لما تعمل verify هنا بطلع لك اذا انت اصلا عندك زوار، طب كم واحد من هلا الزوار دخلوا، فبطلع لك هنا انه كم مرة تحقق هذا الجول. انا بالنسبه لي اخر 7 ايام ما في اشخاص دخلوا الى هاي الصفحه، فبالتالي طلع لي انه صفر اخر 7 ايام، فعادي جدا جدا يعني ما في اي مشكله. اوكي واعمل سيف. الان هيك انت عملت الجول تبعك وانتهينا وكله تمام، هذا هو الهدف تبعك. اوكي زي ما حكينا بدك هدف القائمه البريديه او هدف اخر، تضع مكان الصفحه اللي وضعناها اللينك، مكان هذا اللينك تضع اللينك هنا حتى تعرف كم واحد سجل عندك. اعتقد عملية صارت واضحة جدا بالنسبة لكم. طيب الان عشان تشوف النتائج بتروح على الريبورتينج، بترجع مكان ما كنا الريبورتينج اوكي، تنزل اسفل عند كونفيرجنز وعندك الجولز، عند الادمن هنا عشان نضيف الجول،
بينما هنا عشان تشاهد الجول، ماشي؟ وطبعا ما تشاهدها على طول، انت تحتاج الى 24 ساعة حتى يبلش الهدف يعني ياخذ ويعطي، فعلى طول ما راح تشوف نتيجة، لازم تشوف وقت. اعمل اوفر فيو، لما طلع لك كل الاهداف اللي عندك وكيف عددهم وكم عددهم ويوميا وكل يوم كم واحد بفوتك. اشي رائع جدا، اشي رائع جدا. تمام، شوف هون بحكي لك بهاي الفترة، مثلا بهاي الفترة من 16 كذا الى 15 كذا تقريبا شهر، في عندك 11665 هدف حقق كامل، الفاليو تبعهم 11299 دولار. طبعا هاي مين اللي حددها؟ انا اللي حددتها، مثل ما حكيت لكم اني بروح على الجول وبحط بحط الفلوس وبعرف كم كل واحد كم بلزمني الجول تبعه، يعني ممكن اربح منه وبضعها. اوكي، هاي طبعا حكينا بتضعها انت بعد فتره بعد ما تعرف الزوار كم يساوي عندك. تمام، نسبه التحويل للاهداف 63 تقريبا 64%، يعني كل ما يدخل عندي 100 زائر على الموقع، من ال 100 زائر 64 واحد بيحققوا هاي الاهداف تبعتي بشكل كامل، مش يعني بيحققوا كل الاهداف، لا بيحققوا هدف من هاي الاهداف. اوكي، طيب وهنا بعطيك الاهداف تبعتك. انا هنا مثلا هاي اهداف تبعتي ريال ريدر، يعني انا هدف سميته انه القارئ الحقيقي، يعني اللي عندي بيبقى فوق الخمس دقائق. اوكي، في هذا الشهر 5469 واحد دخلوا عندي وجلسوا اكثر من خمس دقائق بعدين طلعوا. اوكي، هذا هدف من اهدافي اللي شرحناهم. اوكي، هذا مش هدف نوع ديستنيشن، هذا الهدف نوعه الديوريشن، المدة. طيب فيزيتر تايم، فيزيتر تايم تمام، برضو هدف اخر مدة الديوريشن، ايضا وضعت هنا ديوريشن اكبر. اوكي، او اقل لانه هنا الرقم اكثر، اعتقد انه اقل. تمام، افلييت كليكس، مع انه انا موقعي ما في يعني الا برنامج او اثنين للافلييت، ومع هيك في 365 جول تحقق، في ناس ضغطوا على لينك لافلييت، يعني يا اما من هذه الصفحه. اوكي، لانه هذا مثلا لينك افلييت، هذا لينك، لا لا لا، بايونير افلييت، ماكرو نيش فايندر افلييت، فممكن هاي هي الروابط اللي هذا الجول. تمام، فهاي عندي مثلا هاي هي الاهداف تبعتي، ومثل ما انتم شايفين اهدافي يعني ما لها دخل كثير بالربح لانه موقع عربي، بينما انت راح يكون اهدافك مختلفه كليا، كم واحد سجل قائمتك بريديه، كم واحد دخل صفحه الريفيو تبعت منتجك، كم واحد ضغط على لينك الكليك بانك، كم واحد ضغط على لينك المنتج كذا، كم واحد ضغط على لينك المنتج كذا، كم واحد دخل اوكي وضغط على البنر. هاي الامور كلها امور ربحيه تقدر تحسبها انت، كلها تقدر تعملها عن طريق الاهداف. بعضها شرحناها اللي هي الاهداف الفعليه اللي نتجتها حالا، ديستنيشن المكان اللي تذهب اليه، اذا الزائر وصل الى صفحه كذا اذا حقق كذا. ومنها بعدنا لم نشرحه اللي هو الضغط على الروابط الداخليه والضغط من الروابط الخارجيه، هاي كل امور راح نشرحها باذن الله تعالى. ولم يبقى لدينا الا تتبع يعني امرين او ثلاثه فقط ويكون كله كامل باذن الله. مثل ما حكينا حنتبع الروابط الداخليه، مين ضغط على رابط الافلييت تبعتنا وكم واحد ومن وين جاء دخله، وهي الامور كلها، زائد الروابط الخارجيه اللي بتدخل عنا، زائد شيء يسمى السيجمنت، الفلتره اللي هي المهمة جدا لمعرفة أفضل ترافيك، لمعرفة من وين بيجينا الربح أكتر إشي إن شاء الله رب العالمين في الفيديوهات القادمة. شكرا لكم، وأتمنى أني ما طولت عليكم وما ما حكيت كثير يعني. شكرا لكم.